أنا كتير بحب الحصانات وكتير بحب أروح على مكان فيه حصانات وأركب عليه. كتير انبسطت اني قدرت احقق له امنيته لمحمد واعرفه اكمل معلومه عن الحصان وهو يعرفني على حاله، وانبسطنا كتير واحنا بنحكي مع بعض. يكون شرف كبير لإلي اكون مع مرضى مركز حسين للسرطان، وان شاء الله بقدر اعيد عن قريب.